خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. ما بشهلة وسهلة أو تفضل وحياك الله. أمك المفروض كانت تخرج من القرية وتصير تدور حق جهلة عند قرية المجاورة. بنسأل نفسي دائما، ما هو اللي فعلي يحيا في حياة من أجل يقتل؟ هذا الذي اسمه أمير من أي قرية جاء؟ أنا الشدري منين أدوك أنت يا وليد؟ أنت هداء عبود، أش تعرف عن عمك شفيق؟ ما بدي فعل، ما بدي دور. نجي نتكلم مع الكبير والصغير من نقاط ومن المجاورة ونحل موضوع الست. أنا أشتي أعرف، ما تعبتوش من كثرة السيرة والجية؟ ما مليتوش من كثرة الكلام حول موضوع السد هذا؟
ها؟ اهدى يا عم حميد. ما هو يا ولدي؟ ما هو اللي بيحشركم بيننا؟ لاجل المصلحة. أي مصلحة؟ أي مصلحة؟ الله يرضى عليك وعلى والديك. يا ولدي الله يحفظك، ما نشتي منكم شيء. خدماتكم احنا مستغنين عنها. روحوا دوروا لكم مهرة في مكان ثاني وخلوا لنا حالنا. هذا آخر خبر عندي. مش انت قلت انه مات؟ انا اكثر من 6 أشهر نحاول نصلح بين الرياحنا والمجاورة. الدافع من الصلح ان احنا نفتح السد ونوصل الماء الى كل بيت في القريتين، لكن في كل زيارة نقوم بها نتعرض لأسلوب لفظي قاسي جدا، سواء من حميد أو من غيره، وخاصة حميد. الحوار معه عقيم جدا. جالي إحباط، بين أفكر أنسحب. ملاك ما بش فايدة من الذي إحنا بنسويه. الأهالي هنا متقبلة الوضع بين الشقاء والتعب، إلى الآن ما ثمر فيهم أي شيء. يعني زعلتي من كلام حميد، ما زعلتي على الأسر اللي بتعاني من انعدام الماء اللي هي أبسط مقومات الحياة؟ بين أحس إن إحنا بنشتغل على الفاضي، كأن إحنا بندور على إبرة في كومة قش. ملاك. أمير. أمير. حميد. أمير، من هذا الساعة؟ قصدك أنا؟ يا أمير اسمع، أنا شي فهمك. ما أمير، الله يحفظك أمير، هذا قد سمعت الاسم. ها قصدك الأمير، هذا اسم من البقالة، شط عليكم شي وانتم بتنقلوه. يا أمير أنا عارف أنك زعلان عشان موضوع بيان. بين جبروكي، بين مين مالك؟ الظاهر أنك ساهر، ما قدر أقصير رقد. ليش سميت اسمك أمس يحيى؟ سميت يحيى؟ أنا فاز اسمي يحيى، كيف ليش سميت اسمك يحيى؟ اسمعني، بدل ما انت فاضي جالس ثاني سير ساعدنا سباك من امس وبنقول وانت جالس بتدور لك اعداء. امير بيا، ايوه ادورك بتخرج. وانت ما قلت لي ما ادفع بالفلوس؟ اتزوج به. اول سير اشتري لك عيب صديبها. كلام الصدق. شهر على هذا الاقرع لاق وما ركب لك راس بدل الراس. خلاص ناهي. وانت ما في نفسك. انا في نفسي خير. اي واحد احنا نجي نسرقك، احنا خبره واحده. وانت والله كبرت يا سمي وقدمت رجال.
الو الو امير، غسان وجماعته يراقبوا يحيى من فتره وقصدهم انه انت. تعال انقذوه، يحيى في خطر بسرعه يا امير. هلا يا علوي، ما دهمش، خلي كل شيء على الله والباقي علي. ايوه يا الله 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 يا الله. تفاجأت يحيى كأنه أنت، ما فيش فرق بينكم. وأنا صراحة ما أقدرش أعمل أي شيء إلا الململ اللي بطني. تفضل يا أمير. شكرا يا وحيد، كل. الله الله، من متى قصتكم أصحاب؟ من يوم قابلته وقلت له أن يحيى في خطر. ما هذا السبب تستاهل عليها بوسه، كان بيموت بريء. يا أمير أنا حاسس أن يحيى في خطر، غسان ما بيقدرش يفرق بينكم، محتمال يقتله. مشتيش أشوف صورتك مرة ثانية، وإلا ما تلوم إلا نفسك. مش تعرف من جت ليش الشجاعة هذا المرة؟ من حين عرفتك أنت والصلبطة حقك. اسمعي يا باللطيفة، ما يجيش واحد مثلك يحرق أعصابي وكل يوم والثاني يشتي مني زلط ويهددني بيحيى وامه. لا أنت ولا غيرك تهموني، والقرية اللي تتكلم عنها أنا قد تبريت منها ومن زمان، فهمت؟ خرج مقلع. أنت على هذه أي شيء؟ صار علي وخالك هم دايرين بكل شيء. غسان غسان، ايه مالك بحمل هكذا؟ عرفت لك وينه امير حال، وعرفت ما بيوصل الاخبار كلها لعنده ويخلي خططنا كلها تفشل. ما بتقول مان مان تكلم يا توفيق مان وليد. وعرفت انه وليد يعرف امير. اه يا وليد اهداء اهداء، ما عاد باقي شي تخلص من امير. اكيد ما مش معك غير حل واحد بس. ايش وليد؟ وهذه فكره تا. قلت لك ما بش معنا أقارب. يعني مقطوعين من شجرة، لا عم ولا جد ولا حاجة. إلا
معك عم واحد بس، لكن عمره ما ذكرك ولا حتى كلف نفسه يسأل علينا. وليد ما يشتي منش. وليد؟ قصدك وليد الذي خرج؟ رسله خالك. أنت قدك داري بخالك، يحب أهل القرية. مالك مطنن؟ هذه المرة ما أناش قادر أصدقش. اسمع يا وليد، خرج من الخطة لا اجي اخرج روحك. الحمد لله، خلاص ان شاء الله اليوم سارجع القريه. اهم شيء طمني جدتي وراوي بخير. الناس الحاقدين على ابوكم، وين وقفت الجمع على واحد؟ خلاص ان شاء الله اليوم انا ايش تعرف من هم الحاقدين على ابي؟ صارحني الله يحفظك. الحاقدين على ابوك كثير، والمشاكل في القريه كثير. ما السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. حق لك بس، خلي عمي حميد ينفعك. أنت عمرك ما عاد تكون واقعي ولا عاد تفكر بهم. أقول لك أنا شمشي القريب. يا واقعي يا اسمع، أنا اشتيك اليوم أكلمك في موضوع مهم اتخذت قرار. ماذا؟ لا ولا شيء. أيوه واصل 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 يا واقعي. سامحني يا أخي تأخرت عليك. لا هذا الفلوس وبعد اللي عاد كلش تحرج مني. إحنا قد إحنا عظمنا تنسى امك عشان يحيى قدك من عيال المدينة خلاص. ماشي ماشي يما، هذا مروان صاحبي. يعني كان يشتي في الموضوع. أنا اشتي أبدأ. أين يحيى ابني الذي كان بيحاكيني بكل صغيرة وكبيرة ولا كان يخبي علي شيء؟
شوف يا بيان، أنا كنت أشتي أكلمك، أنت الحقيقة الوحيدة الباقية في حياتي. أنا لو ملكت شيء أحافظ عليه وأدافع عليه بكل قوتي، وأي أحد يقدر يكسبني لمرة واحدة وأظل معه وفي العمر كله، بس لو خسرني، لو يدفع عمره كله عشان يكسبني لمرة واحدة يكون في أحلامه. يحيى الغريب، هل من مجيب؟ احنا السبب ولا الزمن اصبح غريب؟ صرنا جروح للوقت واحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ كم حلم مات فينا ولا غير الحنين، متفرقين حتى من الفرحة نخاف. عمر الخلاص مكان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا العمر ضاع. أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. أي العمر ضاع. أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. تعود الحياة حتى تعود المياه، إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس. والكل نفس قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغروب.